السلام عليكم في دار جديد مع كازاكو.com. في دار اليوم نشوفو كيفاش كنضربو كسرين فيما بينهما وكيفاش كنقسموهم على بعضياتهم. على سبيل المثال بغينا نضربو هذا الكسر هذا في الكسر الثاني. اذا عمليه الضرب ديال الكسور هي عمليه سهله. دونك بكل بساطه كنشدو البسط الاول كنضربو في البسط الثاني 17 في 3 وكنضربو المقام الاول في المقام الثاني 3 على 3 في 5. اذا كنحصلوا على 51 على 15. دونك هذه عمليه الجداء ما كاين ما سهل منها. شوفوا دابا القسمه. بغينا على سبيل المثال نقسموا الكسر 2 على 7 ونقسموه على نديروا على سبيل المثال 3 على 4. حتى هي عمليه سهله. اذا كنشدوا الكسر الاول 2 على 7 وكنضربوه في المقلوب ديال الكسر الثاني. المقلوب ديال 3 على 4 كيولي هو 4 على 3. اذا كتولي 2 على 7 في 4 على 3 اللي كتساوي 8 على 21. نديرو شي مثال اخر باش نشوفو واش فهمتو القسمه ديال الكسور. 13 على 7 مقسومه على 2 على 3 واش كتساوي؟ اذا كيف ما قلنا كنشدو الكسر الثاني كنشوفو المقلوب ديالو كنشدو الكسر الاول وكنضربو في المقلوب ديال الكسر الثاني كتساوي 39 على 14. نشوفو واش فهمتو الجداء تاعو. كاين مثلا منه 7 على 5 في 2 على 3. اذا كنضربو البسطين على المقامين يعني 7 في 2 على 5 في 3 كنحصلو 14 على 15. كنتمنى ان هذا الدرس ينال اعجابكم والحلقه القادمه مع كازاكو.com ان شاء الله.